السلام عليكم. شو بيرديزات كالعادة معكم. رانا ولينا نتكلموا على المقابلة على البطولة الإنجليزية البرومي ليغ، بطولة اللي ما تعرفش الكبير والصغير، بطولة اللي ما تستعرفش بالتاريخ تاع الفرق، بطولة اللي ما تستعرفش بالقوة تاع فريق واستصغار تاع فريق، بطولة اللي فيها كل احتمالات قادر الله دانيير يربح البرومي والبرومي، يعني تسبيها بزاف مفاجآت. هذه البطولة اللي نحبوها ونتبعوها وعندها عشاق توحى، عندها محبين توحى. اليوم شلنا كيفاش إيفرتون كيفاش فاز على مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد الاسم تاعو يكفي، التاريخ تاعو يكفي، خاصة فينك إيفرتون اللي عرف كيفاش يفوز في المقابلة، مقابلة اللي كانت نشوفوا فيها باللي اللي غادي يفوز مانشستر يونايتد، لكن كانت مفاجأة. 4-0 مانشستر يونايتد شناه يبحث على نفسه، خاصة في الشوط الثاني، رغم أن المقابلة تشوف فيها ريتم عالي، مستوى عالي جدا، لكن نشوفوا كي تبقى تشوف أنت تبقى تشوف لي باس، كي تشوف لي باس النسبه تاع التمريرات تصيب 416 عند مانشستر يونايتد، تصيب عند ايفرتون تصيب 369، تشوف نسبه الاستحواذ 48 عند مانشستر، عند ايفرتون 52 عند مانشستر يونايتد، تشوف التسديدات خارج المرمى 5 عند يونايتد، 3 عند ايفرتون، التسديدات على المرمى تصيب ايفرتون احسن بكثير من يونايتد. ايفرتون عنده 8 تسديدات على المرمى، و مانشستر يونايتد عندها تسديده واحده على المرمى. اليوم شنا مانشستر يونايتد يهان امام ايفرتون، شنا الهدف، رغم ان مانشستر يونايتد ضيع اهداف لكن دون جدوى، بدون عنوان، شنا اللعب هجمات بصح ما عندهاش عنوان. شنا الشوط الاول شنا زوج اهداف في الشوط الاول، زوج اهداف في الشوط الثاني. شنا ريشانسون في الدقيقة 13 عندما أتيحت له الفرصة ما حوش يفهم، سجل هدف جميل، هدف ذكي اللي خادع به الدفاع والحارس. يعني شنا كيفاش غيلافين في الدقيقة فانيك الدقيقة 28، شنا كيفاش يرجعوا في بعد ما شنا مانشستر يونايتد ضيعوا اهداف بعد التسجيل تاع ايفرتون في الدقيقه 13، شنا الدقيقه 15 كيفاش يونايتد ضيع هدف في الدقيقه 25، بعد 25 شنا غيلافين في الدقيقه 28 يضيف الهدف الثاني، هدف الامان والاطمئنان في الشوط الاول باش اللعابه يخرجوا. شنا كيفاش خرجوا مرتاحين، المدرب يعرف كيفاش يحط الخطه تاعو، يعاود تبقى خدمه كبيره عند مانشستر يونايتد باش يرجعوا في النتيجه. شنا الشوط الثاني وين شنا لوكاس الدين في الدقيقه 56 وين بهجمه مضاده، هجمه اللي ما شنا كيفاش مانشستر يونايتد رمى بكل ثقه ليه في الشوط الثاني في الهجوم، لكن دون جدوى امام دفاع اللي يعرف كيفاش يتحمل عبء المقابله، دفاع اللي يعرف كيفاش يصنع الفرق، خاصه وين ما سمحش بالمساحات الكبيره امام مانشستر يونايتد، ما عطاهمش مساحات كبيره، ما سمحلهمش باش يلعبوا في خط وسط الميدان وفي وسط في الدفاع، ما عطاهمش فرص كثيره. شنا كيفاش وين كتلوا احلام مانشستر يونايتد، حنا نقولوا كتلوا احلام في الدقيقه 56، لكن بعد 9 دقائق زادوا الهدف الرابع، الهدف اللي كان جميل جدا، وشنا كيفاش الفرحه تاع المدرب تاع ايفرتون اللي شناه بعد الهدف في الدقيقة 64 ليوكاتو اللي كان في الاحتياط ودخل وعرف كيفاش يسجل الهدف الرابع تاع الامان والاطمئنان. وين شنا
كيفاش المدرب الشاب ماركو اسكندر اللي عبر على الفرحه تاعو مع اللاعبين في نهايه المقابله. لكن شفنا كيفاش كانت خيبه امل كبيره عند المدرب تاع مانشستر يونايتد وين جورج كير وين كان مدمر بعد ما شاف نتيجه ثقيله جدا جدا 4-0 امام فريق ايفرتون امام مانشستر يونايتد. هذه هي البطوله الانجليزيه. صحيتو ربي يحفظكم.